أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الذي يترك صلاة الوتر ويداوم على ترك سنة الصبح؟ هذا مفرط، هذا مفرط، بل إن الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه أنه يقول: من ترك، من داوم على ترك الوتر لا تقبل شهادته، لأنه رجل سوء. وعند الإمام أبي حنيفة أن الوتر واجب، ما هو بسنة، واجب عند أبي حنيفة الوتر متأكد. وصلاة وركعة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، دل على أن السنة مؤكدة، لا يجوز للإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يتركها، لأن السنة مؤكدة، فإذا تركها فهو مقصر ومفرط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.